مشاهدينا الكرام أو في برنامج إليك، مرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم عندنا العديد من الاستضافات وكذلك من المفاجآت اللي تنتظركم في برنامجنا. اليوم باش تكون حاضرة معنا هبة المودي ميس تونيزي 2013، وباش نحكيو معها على أكيد ذوقها فيما يخص الموضة، كذلك على انتظاراتها كشابة تونسية متوجة كملكة جمال تونس. كذلك باش يكون حاضر معنا دكتور محمد جعيط من خلال فقرة صحتك بالدنيا، أمل يعيش باش تكون حاضرة من خلال فقرة المطبخ الصحي، وأكيد باش تحضر لكم وصفات كالعادة صحية 100%. كذلك باش تكون حاضرة معنا سناء رابحة، وهي حرفية مختصة في الموزايك وكذلك مختصة في صنع الأكسسوار خاصة بالموزايك، كحاجة حلوة برشا تنتظر فيكم في برنامجنا. كذلك في فقرة الديكور باش نحكيو على لي سالون، على توندونس في لي سالون. كذلك درة بلطاجي الطيب في الكوتش نتاعنا باش تكون حاضرة من خلال فقرة التحفيز النفسي، وباش نحكيو معاها على باحثي على الشغل، خاصة نعرفوا برشا يلوجوا على العمل، باش تعطيكم بعض ليزاستيوس والأفكار كذلك، وكيفاش تحاولوا أنكم تقدموا سي في تنجموا به إن شاء الله تحصلوا على عمل. نذكركم بالعنوان الإلكتروني الموضوع على ذمتكم إليكي tunisietv.com، وكذلك الباج نتاعنا فيسبوك إليكي. إذا توا باش نمشيو مع أول فقرة وهي فقرة الديكور. اليوم في فقرة الديكور سعداء جدا باستقبال عايدة هاتي، واليوم باش نحكيو معها على لي توندونس خاصة في الديكور وخاصة في لي سالون. مرحبا بك عايدة. بك عايشة. إذا باش نحكيو اليوم على لي توندونس خاصة في لي سالون. نعرفوا لي ولات عندنا موضة كيما قلنا، وكل مرة في برنامجنا نحاولوا نقدموا جديد ونحاولوا نقدموا الحاجات على الموضة. اليوم أنت باش تقدم لنا تشكيلة ومجموعة من صور، وكذلك باش تحكي لنا كذلك على التوندونس اللي خاصة باش نشوفوها في لي سالون ان شاء الله. بي توندونس تويكا ما عادش كولور معين والا ستيل والا ديزاين. تويكا التوندونس كله حاجة هارمونيوس، حاجة متناسقة مع بعضها. متناسقة مع بعضها، عندك كانابي دو بلاس ولا تخوا بلاس مودرن، زيدها حاجة هكا ارتستيك، حاجة ديزاين، حاجة كلاسيك شوية. ما فماش سيمتريك انا جمع نقول، وما فماش لي كنابي ما يكونوش الكلهم كيف 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 نفس التيشو نفس الكولور. تنسق في الكولور في اللون في القماش، في اللون تجي معها اون لامب هكا مثلا فوتوي ان بو كلاسيك، زيد معها اون لامب تري مودرن. معناتها هو شنو سي لي جونغ كي تخلط شويه لي جونغ وكل، يمكن تلقى روحك اكثر معناتها في الموضه. هو الحقيقه هكا نجمو نكون اون غارد لو كونسيبت نتاعنا نتاع الدار نتاعنا، خاطر واحد يشري ساعات دي موبل غاليين على الاخر، وفي شويه بركه يلقى روحه ديباسي. شنو نعملو؟ تاخذ الكنابي نتاعك تزيدها دي كوسان دوتر كولور، تزيد معناتها ان جوتي هكا، معناتها حاجات بسيطه، حاجات بسيطه توش صغيره تبدل بها تبدل اللوك نتاع الكنابي نتاعك. كذلك بالنسبه للالوان كل القماشات، شنو هي التوندونس، شنو هي الامبريمي لي، والا كما قلت انت نحاولوا انه نخلطوا شويه. فما مثلا لي بوف اللي مصنوعين من الهايد البود البود فاشيت هذوك امبريمي امبريمي، تنجم تزيد عليهم موتيف زيبر ياسر مزيان على الاخر. هذيك
البوا توا شنو البوا اللي عنده قطعة بوا كأنه درش عنده تويكا، على خاطر البوا ما عادش موجود برشا. صحيح. كله MDF دو بلاكاج هذيك اللي فما توا، مي اللي عنده بوا صحيح سي دور دون لو تان اي سورتو لو بوا بروت، انت تعدي بيه 5 6 سنين بعدين تحب تعمل له غلوكينغ تدهنو زيد عليه نتاش اخرى زيد عليه كريسي جدد. صحيح هكيكا. شكرا لك عايده، ان شاء الله تكون حاضره معنا مره اخرى في برنامجنا. اليوم في فقره احلى طله اخترنا انه نقدم لكم ميس تونسي احلى طله، احنا مستنسين يكون حاضر معنا خبير تجميل باش نقدم لكم اخر صيحات الموضه في المكياج في الكوافير، لكن اليوم اخترنا انه تكون معكم ميس تونسي حتى تشوفوا الجمال التونسي وكذلك نتعرفوا عليها اكثر وناخذوا تفاصيل اكثر على ميس تونسي هبه تلمودي. نذكركم بالعنوان الالكتروني الموضوع على دمتكم إليكي @tunisiatv.n وكذلك الباش فيسبوك بتاعنا اللي نجبوا تتواصلوا بها معنا. إذا نمروا إلى الفقرة الموالية، فقرة أحلى طلة. في فقرة أحلى طلة سعداء جدا باستقبال ميس تونيزي 2013 هبة تلمودي. مرحبا بك هبة، شرفنا برشا. الحقيقة أقول لك مبروك، ألف مبروك. أنت أول مرة على الوطنية الأولى. عايشك يبارك فيك، برشا خطني معكم. يعيشك وإحنا زادة. شنو نجمو نعرفوا على ميس تونيزي 2013؟ الحقيقة هذه أول ميس بعد الثورة. وي أول ميس بعد الثورة. دونك هبة تلمودي، عمري 21 سنة، إتيديانت أون تخوازيام أني إدوكاسيون فيزيك سبورتيف. أسيلت ولاية جيبس، مثلت ولاية جيبس في مسابقة. تونيزي 2013 ممكن وقع الفرحة خاصة بالتتويج هذايا. أنت وقتي دخلت باش تقوم بالمسابقة هذه كنتش تتصور أنت باش تكون ميس تونيزي؟ الحقيقة دخلت نتصور ميس تونيزي ولا نتصور شوية جيتي با سيور بالطبيعة، خاطر احنا كنا 15 معناها اللي وصلنا للنهائيات نتاع ميس تونيزي، و15 طفلة كل واحدة عندها لي شونس نتاعها، كل واحدة عندها المميزات الكل باش تنجم تكون ميس، دونك كان عندي حظ كيف ال15 كيف ال14 الاخرين. بعد التتويج اكيد حياتك تغيرت، بين كنت معناتها فتاة شابة تونسية مغمورة كان نجم نقولوا عادية معناتها، وليت تبارك الله توا تتسمى نجمة وعندك مسؤولية كبيرة خاصة وانك توا باش تمثل تونس خاصة في ميس موند. اي نمثل تونس في ميس موند ومش في ميس موند هكاهو، هي صحيح مسؤولية كبيرة كما قلت معناها، ولا عندي حمل على عاتقي معناها باش نمثل امرأة تونسية باش نمثل تونس جينيرالمون. لازم نقدموا صوره باهيه سورتو في البديد هذيا معناها التوانسه ولات عندنا صوره اخرى خاصه من برا، ولات عندنا صوره مختلفه على اللي كانت عندنا قبل، دونك احنا نحبوا نصلحوا الصوره هذيا، نحبوا نوريو للعالم الكل اللي احنا مازلنا كيما احنا وبتت خير معناها، قاعدين نعملوا في مجهود كبير باش نقدموا صوره احسن على التوانسه. هي يمكن للساده المشاهدين وخاصه المشاهدات اللي توا الشابات اللي قاعدين يشاهدوا فيك، حب يمكن يعرفوا اكثر خصوصيه شنو هي الحاجات اللي مغرومه بهم برشا، مثلا في الموضه هل انك اكخو كما نقولوا، شنو يمكن ابرز الحاجات اللي تعجبك، شنو هي الحاجات اللي تهمك انت كفتاه كشابه كميس تونيزي؟ والله اكخو نو با ترو، نحب معناها سي ان دومين اللي ياسر يعجبني، سي تري امبورتون انو نتبعو الموضه ونعرفو واش فما جديد شنو صاير في الدومين هذا، دونك نتبع صحيح، اما اكخو لي معناها نحاول ديما نخلي الطابع الخاص نتاعي انا، معناها نحب نقعد هيبه جيساي دو با ترو من نتبعش 100% ناخذ من الموضه الحاجات اللي يساعدوني انا اللي يوتيوني. بالنسبه للعالم الجديد هذا اللي دخلتوا عالم الاضواء والشهره، يمكن شنو هي الحاجات اللي تخوفك فيه؟ والله الحاجات اللي تخوف هو سي موند محلي معناها جديد بالنسبه لي انا سي فغي، يعلمك برشا حاجات، اللي يخوف مش اللي يخوف هو اما المسؤوليه، تحس مسؤوليه كبيره معناها كي تبدا شخصيه العباد تعرفك كيما قلت قبيله معناها لازمك تقدم صوره باهيه، لازمك تحاول تعس على روحك اكثر، تحاول كل شيء يكون بخفي باش تمثل تونس بالكدا. باهي شنو ممكن اسرار الجمال نتاع هبه، شنو الحاجات لي زاستيس نتاعها في البوتي هكا، خلي يمكن نعرف عليك اكثر حاجات.
الحقيقة أنا شي سبورتيف معناها رياضية رياضية الرياضة كان عندها دور معناها لأن يكون سورتو اللايقة وكل دونك هذاك دخل برشا في حكاية ميس تونيزي البدن قداش تعتني قداش هذاك الكل كان مهم دونك بور ما هذاك حاجة مهمة لازمك تكون تستحفظ على بدنك نحينا من الجمال زاد كوتي الصحة معناها فما الجانب الصحي والجانب الجمالي كذلك هبة يقولي عندك برشا مشاريع فما باش تولي يكون في بعض المشاريع حاضرة في بعض المشاريع الخيرية كذلك أنت عندك مشاريع أنت باش تقوم بها كان تعطينا فكرة عليها كي دخلنا الميس تونيزي دخلنا كل واحدة من البنات عندها مشروع فكرة باش تحققها والمشروع نتاعينا كان ان نعملوا مجموعه معناها نتاع متخرجين من في المجال الرياضي باش ناطروا الوليدات الصغار في المدارس الابتدائيه في المناطق المهمشه في تونس يعني فما مناطق فيها وليدات صغار ما همش مؤثرين كما يلزم سورتو في المجال الرياضي خاصه خاطر هما تواجدوا في بلاصه ما فيهاش برشا امكانيات ولا خاصه الامكانيات الماديه دونك هذاك علاش حاولنا انه لي جون اللي مازالوا كيتخرجوا اللي عندهم القدره انهم يعاونوا باش نتحولوا للمناطق هذوما ونحاولوا ناطروا الوليدات هذوما ندخلوهم في جمعيات رياضيه ندخلوا معناها نعملوا ديكور في المدارس الابتدائيه سكي تاثير معناها الصغار يعطيك شنو كان نحكي لك على مشروع اخر تقدمت به هي وحده معنا معناها صاحبتي في ميس تونيزي قدمت مشروع يخص المحيط والمحافظه على المحيط اللي هو يخص الجروب معناها المحافظه على المحيط في قابس خاطر فما ازمه معناها تتعرض لها ازمه نتاع بيئه في قابس وقاعده تضر في برشا قاعده تضر في العباد قاعده تضر في الطبيعه في قابس في البحر في الارض في كل شيء دونك انا عجبني برشا مشروعها وباش نحاول نخدموا معاها معناها خاطر مشروع بالحق ما توشي معناها شكرا لك هبة إن شاء الله تكون أحسن ممثلة لتونس وتمثل لتونس خاصة في ميس موند خاصة في المسابقة هذه العالمية اللي أكيد نتمناو النجاح لكل تونسي وتونسية وين ما كانوا بارك الله فيك ميرسي نذكركم بالعنوان الإلكتروني موضوع على ذمتكم إليكي @tunisiatv.an توا باش نمروا إلى فقرة المطبخ الصحي في فقرة المطبخ الصحي تحضر معنا مدام أمل يعيش نذكركم اللي مدام أمل هي أستاذة علوم طبيعية ومغرومة بالأكل الصحي والحقيقة كل أسبوع تقدم لكم وصفات من خلالها نحاولوا أنه نحفزوا الأمهات باش يطيبوا أكلات صحية خاصة لأبنائهم ونستنسوا بحاجات يمكن ما كناش مستنسين بهم برشا وكذلك نعرفوا بعض المنافع خاصة الغذائية مرحبا بك مدام أمل عسلامة مرحبا كالعادة محضرت لنا وصفات دولي باش نبداو بالوصفة الأولى هي وصفة حارة اخترت اليوم باش نحكيو شويه على الجنريه تو وقت الموسم نتاعها الجنريه هي من الخضر اللي فيها نكهه مميزه من ناحيه ومن ناحيه اخرى فيها برشا منافع غنيه برشا بالالياف اللي هي باهيه بالنسبه تسهل عمليه الهضم فيها غنيه برشا بالاملاح المعدنيه الاملاح المعدنيه كيما الحديد وكيما المغنيسيوم دونك هي من اغنى الخضر بالاملاح المعدنيه وليفيتامين فيها الفيتامين بي 1 فيها الفيتامين بي 6 فيها برشا فيتامينات دونك هيك علاش ماذا بينا توا في الموسم نتاعها نستغلوا الفرصه ونستهلكوا اكثر ما يمكن من الجناريه ملاحظه ثم برشا سيدات استنسوا انهم يكنجلوا الجناريه باش يستهلكوها في خارج الموسم نتاعها اللي هو اظهرت بعض الدراسات انه غير منصوح انه نكنجلوها الجناريه بالذات لانها فيها برشا حديد كما قلنا لا الحديد والحديد يعمل تفاعلات دونك ينحي كالافي تاع لي زونتي اوكسيدون ماذا بينا نستهلكوها في الموسم نتاعها نعملوا كور نتاع الجناريه وبعد نستناو الموسم وعلى كل هي اللي بعده الجناريه موجوده على طول العام اما اكثر في الربيع في الربيع الحقيقه واسوانها حتى الاسعار نتاعها زادت في المتناول الجناريه فيها برشا لي زونتي اوكسيدون اللي هما توا الناس الكل ناديو
والاخصائيين في التغذيه يناديو باش ناكلوا برشا حوايج فيهم لي زونتي اوكسيدون، خاطر هما من اكثر الحاجات اللي تمنع لا قدر الله ظهور السرطان عند الانسان. دونك هذه فرصتنا باش نستهلكوا الجنارية. الجنارية جرت العاده انه اسهل حاجه نغليوها مصموت، هذيك اسهل حاجه نعملوا لها فينيغريت وناكلوها اسهل حاجه، لكن باش نرغبوا صغارنا في ماكلتها نجموا نحاولوا باش نعملوها بطرق اخرى. اليوم اخترت باش نعملوا جنارية المحشيه. دونك الجنارية المحشيه مش داخلوا كعبه الجنارية، نحيوا لها الورق نتاعها، كي نحيوا لها الورق نحاولوا باش ما نوصلوش للاخر باش يقعد هيك القلب نتاعها فيه الكونتيتي نتاع الجنارية كامله. بعد اذا الزم بالسكينه نكملوا نقوروها، نقوروهم كعبات الجنارية نحطوهم في ماء ديجا ماء فاتر شويه ويكون فيه القارص باش ما تكحلش. الكعبه اللي ننظفوها طول نحطوها في الماء هذاك اللي فيه القارص باش ما تكحلناش، ونخليهم يتصمتوا شطر طياب، يعني ما نوصلوش حتى لين نطيبوها كومبليتمون، جوست كي تضطر نحطوا فيها سكينه نقاوها طرات شويه نوقفوا التطيب نتاعهم، ومش نحضروا لهم الحشو نتاعهم. الحشوه نتاعهم اخترنا باش نعملوا على الستة اشخاص مثلا، كل واحد كعبتين قلوب نتاع جنارية، ناخذوا لهم رطل لحم مفروم. رطل لحم مفروم نجموا نعملوا مغرفتين لبابة خبز للي يحب، اللي ما يحبش ينجم يستغنى عليه ما ياش حاجه اكيده. نعملوا لهم شويه ملح وشويه فلفل كحل وشويه كركم. هنا برشا سيدات تقول لك احنا مادام عندنا اللحم مفروم نعملوا معاه المعدنوس نعملوا، انا نخير انه تكون ما فيها حتى شيء، كان اللحم مفروم معاه الملح وفلفل كحل وكركم باش ما نضيعوش النكهه نتاع الجنارية، خاطر هي فيها نكهه سبيسيال خاصه ماذا بينا نحافظوا على هيك النكهه هذيك. دونك بعد نخلطوا العجينه الخليط هذا نتاع اللحم مفروم نخلطوه بكعب عظم باش يتماسك، كي نحطوهم يقعد متماسك كي ناكلوا ما يتفركش الحشوه نتاعنا. نحطوا كل كعبه نتاع قلب نتاع جنارية نحطوا فيه شويه من اللحمه من هيك الخليط نتاع اللحم المفروم، نستفوهم في نرصفوهم في طبق يدخل للفور. ومن بعد باش نحضروا الصوص. الصوص الطريقه سهله ياسر، ناخذوا كعبات طماطم فرشك، طماطم الفرشك نرحيوهم باش نتحصلوا على الجو نتاع عصير نتاع الطماطم. العصير نتاع الطماطم هذاك نعملوا له شويه ملح شويه فلفل كحل وشويه اعشاب بريه للي يحب اختياري، ومغرفتين ماكله زيت نخلطوهم مع بعضهم ونسقيو بهم الكعبات الجنارية نتاعنا. ونحاولوا باش من هيك الخليط هذاك نحطوا فوق اللحم باش اللحم يلقى شويه ما فيش يطيب، نغطيوه وندخلوه للفرن مده تقريبا نصف ساعه. في الاثناء نسيت ما قلتش اللي في الصلصه هذه نجموا نحطوا سنينتين ولا ثلاثه فصوص ثوم مش معصور، فصوص محطوطين كعبه كي جوست يخرجوا النكهه وينقصوا شويه من الحموضه نتاع الطماطم. قداش يقعد معناتها الطبخ نتاعو؟ 30 دقيقه في الفرن اذا كان عندنا طبق مغطي، خاطر احنا كي مش نطيبوه بالطريقه هذه مغطي، من بعد نعريوه نلقاوه على الشكل هذايا. نجموا نهزوا منه في صحن باش نوريو السادة دونك هذيا الجنارية نتاعنا المحشية. نجمو نشوف نوريوها للسادة المشاهدين في صحن باش تظهر لنا بالباهي دونك، وكذلك نوريو الصوص نتاعنا. نجمو نهزو معها طريف من الصوص هكايا على جنب، وهذا هو الطبق نتاع الجنارية. الجنارية هذا يجب يكون معاه يا اما سلطه ولا سوب، وكذلك حتى الجنارية نجم تكون زاده في سلطه نعملوها سلطه. الجنارية نجموا نعملوها في سلطه، نجموا نتصرفوا نعملوا بها برشا حاجات. الفايده ان نغرموا صغارنا ياكل الجنارية. يعطيك الصحه مدام امل. اذا بعد ما شفنا الطبق الحار باش نمشيو نحليو باش نعملوا لي جاتو. الحقيقه ديجا ريحته زكيه برشا بالفخاز، وذولي الساده المشاهدين تو يشوفوا الجاتو هذايا اكيد باش يحاولوا انهم يقوموا به، على خاطر انا بدي باش ناخذ توا الغوسيت ولازم يطبقها، وخاصه انها حاجه صحيه. الروسيت الساده المشاهدين ممكن كي يشوفوا المنظر نتاع الجاتو يقولوا جرات دهنيه برشا، ويقولوا هذه كيفاش مش نتوصلوا باش نقدوها. راهي سهله برشا، يكفي انه تبعوني انا نحاول تو باش نتكلم بشويه. تبعوني في طريقه في المراحل نتاع الخدمه نتاعها. الجاتو هذايا
ما هوش قراب الكل وتو تشوفوا علاش ما فيها حتى أبور متاع زبدة، ما فيهاش زبدة بالكل. دونك بالنسبة للجاتو أول ما نعمله نحضره، مش نحضره جينواز متاعنا، الجينواز اللي هي كالعادة طريقة عادية جدا، أربع عظمات، أربع مغارف سكر ومعهم أربع مغارف فارينة. والسكر متاعنا نحطه كسكر رو كالعادة، اللي يحب ينقص يحط سكر رو. بالنسبة للي ديابيتيك راهو نجمو نبدلو، لا نحطو لا سكر رو ولا سكر الأبيض، ونجمو نحطو لي ديول كورون، الأنواع برشا والأسماء تختلف. المهم هكا لي ديول كورون اللي يستعملوه المرضى نتاع سكر، نجمو نعوضو به السكر العادي بالكميات اللي مكتوبة على الباكو نتاع لي ديول كورون. دونك مش نتبعو بالمرحلة بالمرحلة طريقة التحضير نتاعها. أول حاجة نعملوها المرأة اللي مش تحضر الجاتو هذه، أول حاجة تسخن الفرن نتاعها، تشعل الفور تخليه على 180 درجة، وبعد باش تعدى باش تحضر الجينواز نتاعها، نركضوا بالركاض الكهربائي العظم والسكر حتى نتحصلوا على كريمة خاثرة، ومن بعد نحطوا عليهم الفارينة. ماذا بينا نحطوهم بالمغرفة بالمغرفة الفارينة، ما خليوهاش كل مع بعضه، خاطر كي نحطوه كل مع بعضه مش يرزن، مش يهبط لنا هيك العظم اللي طلعناه. دونك نحطوا بالمغرفة بالمغرفة فارينة، واشاك فوا نحركوا نعملوا دي موفمون سيركولير، نحركوا هكا بطريف بطريف حتى لين يتجانس الخليط نتاعنا، نصبوه في الطبق نتاع الفور، يكون حطينا فيه ورقه نتاع الطهي هكا الباتيه كويسون باش ما تلصقش، ونتجنبوا باش نعملوا مواد دهنيه. نطيبوا الجاتو نتاعنا، طابت الجينواز نتاعنا حضرت، خليوها تبرد، وفي الاثناء مش نمشيو نحضروا الكريمه. الكريمه فاش تتمثل؟ الكريمه تتمثل في باش نعملوا زوز باكوات كريم شانتيه، لي ساشيه هذوك نتاع الكريم شانتيه مش نركضوهم، بتبعوا الطريقه المكتوبه قداش كميه الحليب. بصفه عامه الكريم شانتيه توا ولات تتباع في الكوميرس بالسكر نتاعها حاضره، لكن ثم الكريم شانتيه اللي هي بلاش سكر، ونوليو احنا نتحكموا في كميه السكر اللي نضيفوه لها بالنسبه للناس اللي تحب اقل سكر. ركضوا الكريم نتاعنا وخليوها على جنب، ومن بعد مش ناخذوا؟ مش ناخذوا 300 مليليتر، من 300 ل 350 مليليتر فريز جو، عصير نتاع فريز، نكون عصرناه بكثرة طبيعي طبيعي، ماذا بينا ما نعصروهش برشا، من باش يخلي فيه يخلي فيه لي بارتيكول شويه، نتقاد فيه الكعيبات هكا طروف الفريز، نحضروه نضيفوا عليه 350 مليليتر عصير فريز، نضيفوا عليهم مغرفه واحده سكر، وناخذوا زوز مغارف جيلاتين. جيلاتين تتباع في الأسواق موجودة، زوز مغارف ماكلة جيلاتين هذوما نحطوهم في صحفة صغيرة، ونحطوا عليهم مقدار فنجال ماء، نخليوها تتنفخ كما نفخوا الخميرة متاع الخبز، نخليوها تتنفخ لمدة جوست شويه كمان، نخليها تتنفخ. ونمشي انا مش ناخذ 100 مليليتر برك من العصير نتاع الفريز، نسخنه حتى يغلي لدرجه الغليان، نسخنه ومن بعد نصبه فوق الجيلاتين، خاطر الجيلاتين ما تتحل كان بالمسخون. دونك نحضر نسخن نذوب الجيلاتين نتاعي في هذاك الجو دو فريز السخون، نرجعه فوق الجو دو فريز الاخر دونك يبرد. اون فوا برد ونتاكد انه برد، ما نجمش نحط عليه الكريم شانتيه هو مازال سخون، نتاكد اللي الجي نتاعي بارد. اون فوا برد الجي نتاعي باش نصبه على الكريم شانتيه بشويه بشويه، بالكميه ما نحطوش كله تو دانكو، ونخلطوه. ماذا بينا نخلطوه بفوي مش بالركاض الكهربائي، على خاطر الركاض الكهربائي اذا كان مش خلطوه به مش يعمل هكا فقاق لي بولدير فقاقيع نتاع هو، ما يعطوناش منظر مزيان من الاخر. حضرنا الكريم وحضرنا الجينواز، توا مش نتعداو المرحله نتاع تركيب الجاتو نتاعنا. كيفاش مش نركبوا الجاتو نتاعنا؟ احنا الجاتو طيبناها في طبق مدور، وبعد نجمو نعملوها على في طبق سيبوني، طبق الفور العادي مربع، وبعد احنا راهو نجمو نعملوها على شكل دائري ولا شكل كيما نحبوا احنا بالطبيعه كيما نحبوا. المهم عندنا حاجه يلزمنا لازم تكون موجوده عندنا، تكون موجوده عندنا اللي هي السيرسو. السيرسو هذايا نسمى في الكوميرس يتباعوا مدورين ولا مربعين، بالسيرسو هذايا يعاون. والوصفه هذه ما نجمش نخدمها اذا كان ما يكونش عندي سيرسو، وفما زاد حتى لي فوغ زاد اللي فيهم معناتها البلا والا البلا نتاع الفور اللي يتحل هكايا نجمو نستعملوا هذاك. دونك ناخذ السيرسو نتاعي ونحطه هكا على الجينواز، نقص به الجينواز نتاعي،
نتحصل على دائرة الدائرة هذه كنحطها طول في طبق التقديم، راني ما نجمش من بعد نحولها من بقعة لبقعة، نحط الدائرة متاعي في طبق التقديم ومن بعد نحط عليها السيرسو ونصب فوق منها الخليط نتاع الكريمة، الخليط نتاع الكريمة ونحطوها طبعا تتطلب على الأقل ساعتين في الفريجيدار. في الأثناء ماذا بيا نسيت ما عرجتش على حاجة، نحيت شوية من الخام خليتها على جنب باش نزينوا بها هي والفخاز، دونك نحيت كعبات فريز ونحيت شويه كريم شانتيه. اون فوا صمت وشدت بعضها الكريم هذيا نحي السيرسو، من بعد نزينوها بالطريقه كيما تشوفوا الطريقه النهائيه. هنا نحطوا دي بولات نتاع كريم ونحطوا كعبات الفخاز جوست باش نعملوا رابيل اللي هي الجاتو راهي فيها حاجه برك. الجاتو هذا نجمو بالموس مثلا، احنا تو استعملنا الفخاز، نجمو غلال اخرى نفس الطريقه كيوي مثلا كيوي، اي حاجات الغلال اللي يكون احنا في أي في حاجه نوع متاع غلة ونفس الكميات نستعملوا اي نوع متاع غلة، ما عدا زوز غلال ما نجموش نستعملوهم، البنان والاناناس. علاش البنان والاناناس؟ فيهم دي ماتير اللي ما يخليوش الجيلاتين تتجمد، دونك هذوما الاثنين نتحاشاو باش نعملو مخاطر ما نجموش نتحصلوا على الموس هذيا بالبنان ولا بال. يعطيك الصحة مدام أمل، لا يظن تحب تقص لنا شوية باش نقصوا الطرونش باش نشوفوا شنو النتيجة النهائية نتاع دونك هنا نتاع الكاتو بالفخاز هذايا لي موس على فخاز كما قلنا. ونحاولوا كالعاده نغرموا اطفالنا خاصه باش ياكلوا اكلات صحيه، ويقول لي جاتو كما هذا يتنجم الام مع الام هي والاطفال نتاعها يتشاركوا باش يحضروا الجاتو هذا. او شوفوا معناتها جاتو. شكرا لك مدام امل، يعطيك الصحه وان شاء الله تكون حاضره معنا في الحلقات الجايه. نذكركم بالعنوان الالكتروني الموضوع على ذمتكم اليكي @tv.tn وكذلك الباج فيسبوك نتاعنا اليكي اللي من خلالها تنجموا تتواصلوا معنا. توا احنا باش نمروا الى فقره اخرى في برنامجنا وهي فقره صحتك بالدنيا. في فقرة صحتك بالدنيا يحضر معنا دكتور محمد جعيد المختص في طب الأعشاب والوخز بالإبار، واليوم باش نحكيو على نبتة هامة برشا وهي نبتة البابونج بما يعرف بالكامومي. مرحبا بك دكتور. يعيشك بارك الله فيك. إذا اليوم باش نحكيو على نبتة هامة برشا وهي الكامومي. الكامومي أيوه، الكامومي هي توا الاسم نتاعها راهو ظاهر خاصة كي يعني اسمها يكون بالعربي بالبونج يعني البابونج. باب البونج يعني شو معناها بونج؟ معناها حاجة تنحي الأوجاع. نعم. فهمت، هو واحد باش يعمل عملية ويقولوا يبنجوه باش يبنجوه الواه يبنجوه باش ما يحس حتى شيء كيف يعملوا له الجراح ما يحس حتى شيء. هذه البونج هذه القيمة نتاعها يعني تنحي الأوجاع اللي تصير في البدن الكل. معناها ولذا نوصي العائلات خاصة يعني ربة البيوت تكون عندها ديما 100 غرام 200 غرام بابونج في البيت، خاطر النجم تجي الوجيعة في أي وقت، معناها صغارها تجيهم مغص في الأمعاء راجلها ولا هي يجيها وجيعة في راسها، معناها تجي ساعات السخانة زادة تطلع البابونج تصلح معها. يعني في كل الأحوال حتى في السخانة زادة كذلك في درجة ارتفاع درجة الحرارة نتاع الجسم عندها قيمة كبيرة البابونج. كيفاش نستعملوه دكتور؟ البابونج يعني نحطه هي كيلو دشيحة يعني تقريبا نحطه مغرفة تاع قهوة، نغليو ساعة كسرونة نتاع ماء صغيرة ونحطو مغرفة نتاع قهوة في كاس، وبعد نصبو كل الماء سخون على على البابونج ونغطيه ونخليه تقريبا درجين ربع ساعة وبعد نصفيه ونشربو. هي مطعمها مر شوية ولكن كيف واحد يزيدها شوية عسل وشوية قارص تولي مطعمها مستحب يعني مفيش حتى إشكال. تشبه هي تقول عليها يعني مارغريت، معناها لونها صفراء وعندها أوراق بيض يعني حتى من راح له ياسر، وريحتها ريحتها يعني طيبة ياسر، ريحتها طيبة ياسر. هذايا في صورة ما توجد مغص أو غيره معناتها قلق صار لنا أوجاع، كنت ذكرت انه نجم كذلك نطيحوا بها السخانه، كيفاش نجم نطيحوا بها السخانه؟ نفس الطريقه يعني نفس الطريقه نشربوها معناتها اي نشربوها معناها مادام واحد عنده سخان نجم يشرب حتى 3-4 كيسان في النهار فهمت،
ونجم نعملوا بها كمادات هي في صورتنا معناها واحد جهه وجاع في المفاصل ولا قريب قريب يبدا عنده وجاع في المفاصل نجم نعملوا بها كمادات معناها نحطوا شويه كان بعد ما تغلي البابونجو معناها ونحطوها في المسخون نحطوا شويه معناها دي غاز دي كومبريس نحطوهم في كل الماء نتاع البابونج ولاسكوم البقايا نبدا يوجع فهمت تسمى كماده نتاع البابونج كيف نافع بالنسبه شنو هي اللي ممكن ابرز الامراض اللي تنجم تقينا منهم نبته البابونج اذا استعملناها هي الامراض اللي تنجم تقينا منها مثلا هي تو البابونج هي تولودها احنا قلنا اللي هي معناتها كمسكن باهي برشا كمسكن لكن هل عندهاش تدخل هل تنجم تمنع لنا بعض الامراض صحيح هي تو ميلونها هي لونها اصفر كل ما يبدا حاجه لونه اصفر معناها اشاره للكبد معناها الامراض نتاع الكبد الكبد البابونج نجم يكون عندها يعني فاعليه كبيره يعني مثلا كيف ما البوسوفير معناها كيف ما الفشل الجيم تاع معناها امراض الكبد كيف ما يعني احنا نقولوا شو اسمه هذيك المغص اللي يجي في الـ في الـ في المجاري البوليه معناها الكوليك نيفريتيك معناها الكل في الاوجاع الكل بصفه عامه يعني جيده ولكن ما يلزموش نكثروا منها خاطر نكثروا منها يولي عندها الفعل هذاك شكون يعني. باش نسالك دكتور ممكن خاطر احنا ساده المشاهدين توقع جديد يتابعوا فينا اكيد باش يعرفوا البابونج عنده المنافع هذه الكل باش يوليوا يحاولوا انهم يشربوا برشا البابونج لا 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 مش صحيح واحد مثلا عنده شقيقه ياخذ البابونج عنده مغص في الكلى ولا او في الامعاء ياخذ البابونج ما دام ما عنده حتى شيء ما ياخذش اللهم معناه اذا كان مثلا عنده قله نوم في الليل في صوره ما معناها يبدا هكا عنده ارهاق نفسي وعنده قلة النوم عاد نجم ياخذها معناها كل ليله ولكن ما يكثرش معناها مش مصلوح به باش يكثر خاطر تولي عندها الفعل المضاد نعم نعم هو هذاك الهدف انه احنا قاعدين نقدموا في نصائح وماذا بينا ديما نرجعوا استشاره الطبيب وكذلك المراقبه خاصه المختصين في طب الاعشاب شكرا لك دكتور اخرى نحب ناكد عليه مساله يعني الام الحيض عند البنت وعند المراه يعني عندها دور كبير ياسر في عنثى والبنيه او المراه تلتجي للأدوية يعني أو المضادات للالتهاب نجم تاخذ البابونج راهو في وقت الألم الحيض يعني عندها دور كبير ياسر وتنفع وما فيهاش حتى مضر شكرا لك دكتور محمد جعيد ان شاء الله تكون حاضر معنا في فقره اخرى من برنامجنا نذكركم بالعنوان الالكتروني موضوع على ذمتكم اليكي تونيزيا تي في بوانت ان وكذلك الباج فيسبوك نتاعنا اليكي توا باش نمروا الى فقره التحفيز النفسي حاضرة معنا مدام درة بلطاجي الطيفة وهي كوتش بروفيسيونيل واليوم باش نحكيو معها على موضوع يهم العديد من الشابات والشبان كذلك وهو البحث عن العمل لذا اليوم باش تحكي معنا مدام درة باش تقدم لنا خاصة ليزاتوليي اللي هذوما كانوا موجودين خاصة في الخارج وتوا موجودين في تونس ليزاتوليي دو كوتشينغ خاصة للباحثين عن العمل مرحبا بك مدام درة عايشك ميرسي دونك اليوم باش نحكيو على ليزاتوليي دو كوتشينغ بور دوموندور دامبلوا اللي هي حاجه موجوده معناتها سور لو بلان انترناسيونال والتو موجوده في تونس ويقولوا احنا بالك نصايبوا معناتها الشوماج كان عندنا احنا في تونس اور سي ان بروبليم انترناسيونال في العالم الكل والناس الكل بدات تفيق اللي فما مشكله اسو نيفو لا وقاعدين يلوجوا في الحلول الكل باش جوستومون بور مينيميزي ولا باش يعطيو اكثر شانس للعباد باش يلقاو خدمه واحنا في ليزاتوليي هذوما معناتها سي ليزاتوليي يدوموا على ثلاثة ايام باش نحاولوا نعطيو ليزاستوس ونحضروا العباد خاطر فما برشا لي سورتو لي جون ديبلومي معناتها ناخذوا لا كاتيجوري نتاع لي جون ديبلومي ولا اللي عاملين باك بلس 2 نوريهم كيفاش يلاقوا خدمه خاطر ساعات عندهم دي كاباسيتي مي ما يعرفوش يظهروهم خاطر هو ابخيتو معناتها اللي باش يلاقوا خدمه باش معناتها باش يبيع لي كاباسيتي نتاعو لازم يمشي ان انتروتيان دومبوش لازم يعرف كيفاش يتصرف خاصة يورد القدرات نتاعو المهارات نتاعو هي طريقة ممكن تقديم روحه هي اللي تفرق بين شخص واخر فما ديتاي صغير ينجم يقلب كل شيء وهذاك علاش احنا اون في ابل وكوتشينغ جوستومون دون دي سيونس باغي دون دي اتوليي هذوما باش نخليوه يعرف روحه ويعرف القدرات نتاعو على خاطر انا وانت وكلنا مانيش كي بعضنا نجم نكونوا قرينا فرد قرايه مي اون تري ديفيرون كل حد نجم عنده اون توش بيرسونيل اللي يزيدها في السي في نتاعو باش تخليه هو يكون اقرب للخدمه هذيك من حد اخر وحتى الشيف دونتربريز ولا العبد اللي لوج شكون باش يخدم معاه يعرف اللي البروفيل هذاك هو اللي معناتها يسهل له في عمليه الاختيار نتاع شكون باش يخدم معاه
دونك كيما قلنا 3 ايام. النهار الاولاني نحكيو فيه معناتها نشوفوا نحاولوا باش نخرجوا لي كاباسيتي نتاع كل ستاجير باش نخرجوا لي كاباسيتي نتاعو باش نشوفوا شنو فيه وشنو ينجم يزيد يعطي خاطر ما نجمش يعرف روحو للاخر. دونك اون ايساي بار دي زيكزيرسيس دو بي ان ال باش نشوفوا اون لاكومباني في الريشيرش دو سوا. هذي النهار الاولاني. النهار الثاني تولي ما عادش كوتشينغ تولي فورماسيون نوليو اكثر تدريب اكثر 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 تكوين تكوين خاصة تكوين خاصة كيفاش يكتب السي في نتاعو والسيرة الذاتية كيفاش يطلب يكتب المطلب على خاطر توا سيغ انترنيت فما معناتها فما برشا ينجم يطرق اما سا ديفير معناتها ديما يفو اون توش بيرسونيل لازم يزيد اكل لو بلوس نتاعو هو. دونك احنا في النهار الثاني نعملوا تكوين كيفاش باش يكتب السيره الذاتيه كيفاش باش يقدم روح معناتها في الـ في الـ في السي في نتاعو كيفاش الدوموند كيفاش يكتبها كيفاش وقتاش لازم يبعثها كيفاش شنو معناتها لي ديفيرون لي دي شنو المراحل مراحل يتعدى المراحل اللي يتعدى بهم يشوف لي زانونس اسكو هو يمشي يعمل اي انونس مثلا اي اعلان شغل انا اللي يمشي معاه وانا هو اللي ما يمشيش معاه ينجم تدا يعمل دي دوموند سبونتاني ينجم هو يختار شركات اللي ينجموا يكونوا يتمشوا معاه وهو يمشي يعطي اون دوموند ما نقولش يستنى حتى لين يحطوا انونس في جريده ينجم يمشي يحط الدوموند نتاعو اون سي جامي معناتها ينجموا يعيطوا له اترافير سيت دوموند هذيك وفي النهار الثالث ندربوهم على تو سكي انترتيان دومبوش كيفاش باش يمشي شنو باش يلبس على خاطر هذاك كيفاش نجم باش نمشي معناتها باش نطلبوا خدمه ولا باش نمشي نعديو ان انترتيان دومبوش نمشي واحد بالجين مثلا نقول مثلا كوك تو بداو يتفتحوا شويه وعندنا معناتها شركات في بعض الشركات ولا في بعض البنوك شيك معناتها ينجم يكون معناتها يا دي تونو لازمهم كمان ان مينيموم نتاع معرفه شنو اللي باش يمشي يقدم كيفاش يقدم روحه كومون يسو بريزونت معناتها توت ان بروسيس نتاع لونتروتيان دومبوش نوريهم شنو الاغلاط وندربوهم اون ميم هما سي دي اتوليي ماهيش فورماسيون علاش على خاطر كل واحد باش يتدرب باش يحاول وباش يغلط وباش يصلحوه اصحابه باش يصلحوه المكونين اللي معاه باش يبدا او بو دي 3 جور قلت ربي حاضر باش ينجم يعدي ان بون اونتروتيان دومبوش. في هذا الكل هذوما دي زاتولي معناتها موجودين كما قلنا ولاو في تونس وكل لكن انت بوصفك معناتها كوتش بروفيسيونيل نقول شنو هي ابرز توصيه تقدمها للشابات وللشباب اللي قاعدين يشاهدوا فينا توا الحاجه اللي يعملوها باش ان شاء الله ربي يسهل الناس الكل اكيد يمكن انا بالنسبه لي يمكن واحد يتشبث كان بالشهاده نتاعو يزم يخدم في الدومين هذاك ينجم يكون عنده غرام بحاجه ونجم يلقى روحه ما نعرفش هو النهار الاولاني في الفورماسيون هذا اي تري امبورطون علاش خاطر نجم يكون عبد قرا قرايه واختار معناتها مجال نتاع يونيفرسيتي معين ويكون هذاك المجال ما يتمشاش معاه بالكل دونك هو باش يعرف روحه ينجم يلقى روحه معناتها دوت كاباسيتي ولا يكون مغروم بحاجه مثلا يلقى روحه فيها معناتها اكزاكتومون والا مثلا هو اختار حاجه هذيك اللي باش يخدم فيها ويكونوا عنده دي كاباسيتي زايدين على العباد اللي قراو معاه دونك لازم يمي اون فالور لي كاباسيتي هذوما زايدين مع النهار الاولاني اللي يعرف روحه اللي قبل ما يمشي معناتها باش يقدم مطلب شغل لازم ديجا يعرف شنو هما لي بلوس نتاعو اللي باش يعطيوه ان افونتاج بارابور ا دوطخ كونديدا. مواصلين استضافتنا في برنامجنا سعداء جدا اليوم باستقبال سناء رباح وهي حرفيه وكذلك استاذه جامعيه والحقيقه عندها اختصاص حلو برشا هو لا كرياسيون دي بيجو ولكن اختصاص ماناش مستنسين به في تونس يظهر من الاوائل في المجال هذايا وهو خدمه لي زاكسيسوار بالفسيفساء الحقيقه اختصاص جميل وحلو برشا وينجم يوصل أكيد صورة تونس كأحسن تمثيل خاصة في الخارج. مرحبا بك سناء. عايشك عايشك موناس وشكرا على الاستضافة. مرحبا. معناتها جيتكم أنا قبل ما عاودت توا جيت خاطر معناتها بحكم معناتها فما حاجات جديدة نجم نقدمها نجم نشوفها السادة المشاهدين معناتها فما تطور على مستوى الشكل على مستوى زاد الموديلات معناتها الموزايك كيفاش تعمل فما حاجات جديدة دخلت
نوريوها لكم توي كتبان. تطور معناتها القطاع شويه شويه قاعد يتطور تدريجيا معناتها بفضل الاستضافه نتاعك من مره الاخرى بنقيت برشا صديق معناتها بالحق الحمد لله. هذايا وجبنا ان نوصلوا الحاجه الحلوه خاصه للساده المشاهدين. الحقيقه اختصاص هذايا ماناش مستنسين به في تونس لكن حلو برشا معناتها. نبداو كان تحب اول موديل سناء الموديل هذايا اللي شاركت به مؤخرا في صالون الصناعه التقليديه. شاركت به الموديل اللي تشوفوا فيه فميكا فما تطور على مستوى الشكل نتاع الفضه. خرجنا شويه من المودرن والاوردينير الكاري المربع السيركل، عملنا شويه فورم هكا ابستري مش مفهومه. فما كومبوزيشن معناتها في الالوان في الالوان في تحسوا في شويه معناتها كوبيزم شويه. فما معناتها شويه من لي بانتر من لي تابلو هكا فما شويه ريغيرش على مستوى وشوفوا الفورم. كذلك حتى الالوان هو قداش من كنت تحسبش قداش من قطعه تحط موزايك والا لا سنة. والله في القطاع معناتها الخاصه كيما هكاك نحسب اما في الحاج في العادي معناتها اللي تشوفوا فيهم ما نحسبش. اما في القطاع الخاصه اللي بالنسبه لي انا نخدمها معناتها فيها برشا ريغيرش نحسب تحسب اي حسب تقريبا ذي قداه هذيك فما 300-350 قطعة حجارة. اي حجارة. وقداش تاخذ وقت هذيا؟ هذيك تطبيق يمكن خاطر الكونسيبت نعرف باش تقعد تصور وتلقى الموديل وكل، ولكن كخدمة كشغل يدوي هذيك تاخذ معناتها كيما نقولها معناتها اسبوع معناتها كيما نقولها على فيلم معناتها بدون انقطاع. بمعدل قداش من ساعة في النهار؟ 6-7 سوايع معناتها برشا برشا وقت الحقيقه برشا وقت. أي. برشا. كذلك نشوفوا الاقراط هذوما نوعيه اخرى زيدا ونشوفوا حاجه جديده زيدا هذيا فوقانين مثال هنا كبر الحجره كبرنا شويه كبر. بديكا. أي. كبرنا شويه بون قداش طلبت العبيد فما اللي ما يحبش قداش من مليمتر هذوما هذوك فما 2.5-3 مليمتر واللي وبالنسبه تحتها زوز مليمتر نشوفوهم اذا على الشاشه ونشوفوا كذلك الموديل. الحاجه هو الخصوصيه انهم دي بياس يونيك معناتها حاجات يتخدموا مره بركه ومعناتها السيده اللي باش تلبس حاجه هكا يقول لي باش تكون هي بركه هي وحدها اكيد هي وحدها اكيد لكن الميزه انه حاجه معموله باليد وقيمتها كبيره برشا. اي دخلنا ودخلنا الفضه معناتها نتعاملوا مع دي زارتيزون معناتها مختصين حرفيين في الفضه دونك معناتها فضه 100% معناتها حنحبوا ندخلوا شويه ذهب مي قاعدين نجرب قاعدين بشويه بشويه بالنسبه للطلبات البرا فماشي اقبال من الخارج فماشي والله فما واكثر معناتها الناس اللي معناتها تكلمني اكثريتها دي توريست يحبوا يهزوا دي كادور برا معناتها يكون كوا يهديوهم ولا يلبسوهم هما معناتها فما سيده مره قالت لي نحس اللي انا جيت لتونس وهزيت حاجه خاطر الموزايك معناتها سيتان باتريمون حاجه تراث تقليدي واحنا بالحق معناتها من الناس معناتها من الشعوب الثريه على الاخر بالموزايك معناتها وان شاء الله نستغلوا هذا ديجا متحف بارد ريفيرونس معناتها الموزايك. يمكن سناء انت قدامك شارينا موديلات على الورقه هذيك هذه فيها لي موديل كيفاش انت تخدم معناتها كيفاش اي كيفاش معناتها هوني نخدم دونك فما تصويره على الورق ومن بعد نقوموا بالتلصيق معناتها الحجره مع اختها الحجره مع اختها معناتها معناتها فما اوتي سبيسيال اللي هو البانس دونك نهزوا الحجره ولصقوا بالوحده بالوحده على بعضنا هو القصان اللي صعيب برشا وبرشا حاجات معناتها تتطلب حرفيه فينو ياسر فينو برشا وكما تشوفوا توا الموديل هذا مثال زربيه هذا موتيف روماني معناتها من تابلو روماني دونك خذينا فراغمون صغير وجسدناه باغ اكزومبل هذوما دي موتيف معناتها تحسهم ريغيرش معناتها حاولنا نجسدوا بين التقليدي التراث وبين نعملوا حاجه دي كومبوزيسيون كما شفتوا غاديك جديده هنا دخلنا شويه مع الموزايك نوع من الفيغ كما تشوفوا البلو هذاك سي ان فيغ صعيب هو في القصان ميقا ديجا يعطي لقه لقه حابين نجربوا معناتها قلت نجرب شويه معناتها هنا لي فورم هاك تشوفوا شكرا لك سنة يعطيك الصحة على حضورك معنا ان شاء الله بالتوفيق عايشك مني نذكركم بالعنوان الالكتروني موضوع على ذمتكم اليكي @tunisiatv.an وكذلك الباج فيسبوك نتاعنا اليكي ان شاء الله نكون وفقنا في المادة اللي قدمها لكم اليوم موعدنا يجدد معكم ان شاء الله الحلقة الجاية الى اللقاء.